بسم الله الرحمن الرحيم. القطط، وهذه القطط المنزلية الشهيرة، ينصح بعدم إزعاجها ما دامت نظيفة. يتم وضع بواقي الأكل لها، وأتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنها من الطوافين والطوافات وليست بنجسة. ونتذكر أن امرأة دخلت النار في هرة، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نوثق لهذه اللحظات الطبيعية، ونؤكد أن القطط فيها صفة طيبة. إذا تم وضع الأكل لها فتأكل باطمئنان، بخلاف أن تسرق شيء. يعني حتى نفرق بين الإنسان السارق أو الحيوان السارق. الإنسان اللي بيسرق حاجة بيبذل جهد في السرقة والاختباء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم من الطوافين عليكم والطوافات. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من ماء شربت منه الهرة، وقال إنه من الطوافين عليكم والطوافات، يعني يجوز الوضوء من سقيها، يعني من بقايا شربها. يعني هي طاهرة هو ماء بإذن. طاهر. يعني الماء إذا شربت منه الهرة يظل على طهوريته. هو إيه مناسبة إن سيدنا أبو هريرة كان له هرة يخبئها في كمه، كان له هرة يخبئها في كمه ويكرمها يعني. فسمي أبو هريرة، أطلق عليه، إنما هو اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. عبد الرحمن بن صخر الدوسي سمي أبو هريرة لإكرامه الهرة. انت بتقول لدرجة كان يخبئها في كمه. واحنا كنا، انت فاكر الشيخة فضيلة نعم كانت بتطبخ الطعام للقطط. نعم تكرمها ولها أجر عظيم على هذا يعني. شكرا نعم شكرا. بارك الله فيك. والقطط المنزلية تختلف عن القطط البرية، ولكنها جميعا من السنوريات كما نقول.